طيب عندنا تفاصيل كتير بنتكلم فيها، وخلينا نبتدي مع حضراتكم بالقصة اللي بتشغل بال الوسط الكروي والرياضي، وهذا الصراع اللي بقرا ووجهة نظري فيه لا تتغير، له علاقة بتضارب مصالح. وأقول لكم بكل أمانة وبكل مصداقية، شايف أنه الكل أو بمعنى صح يعني اللجنة الخماسية بتشتغل في السيناريوهات المطلوبة منها لإعادة الدوري. فاتحاد الكرة أرسل الرد بتاعه للكاف بخصوص الخطاب. أنا شايف أنه الخطاب طبيعي، يعني هو ما في مش خطاب الزامي تعنيفي من الاتحاد الافريقي لكره القدم لاتحاد الكوره. على فكره هم مش بس اتبعت للاتحاد المصري لكره القدم، اتبعت لباقي الاتحادات، كل الاتحادات الاهليه، لانه هم عايزين يفهموا الوضع عامل ازاي. فطبيعي الرد اللي بعته اتحاد الكوره انا شايفه منطقي، وارسال الكاف لخطاب للاتحادات الاهليه برضو خطابات منطقية جدا، ما احنا عايزين نفهم راسنا من رجلنا، فبديهي. انا مش شايف انه في حاجة خارجة عن اطار البديهية زي ما البعض ما قد يستغرب شوية، يقول لك لا لا ازاي والموضوع عجيب، ولا الموضوع مش عجيب ولا حاجة. فاللجنة الخماسية ارسلت للاتحاد الافريقي لكرة القدم، قالت له بشأن طبعا بشأن تحديد ميعاد لمسألة استعادة الدوري من عدمه قبل يوم 5 مايو، ادونا الرؤى وادونا وجهات النظر. فاتحاد الكرة بعت قال له احنا بنسعى طوال الوقت ولدينا هدف هو استئناف بطولة الدوري. قال لك اتحاد الكرة يرغب وبشكل قاطع في استئناف مسابقة الدوري وعدم إلغائها، لكنه لا يمكن تحديد الموعد النهائي للعودة انتظارا لقرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، شأنه شأن كل الدوريات المختلفة في كل الدول اللي تندرج تحت بند الاتحاد الافريقي لكره القدم، بل وبند الاتحاد الدولي لكره القدم انجاز التعبير. بقى شايفه رد منطقي وبديهي، والسيناريوهات اللي وصلت من الاتحاد المصري لوزاره الشباب والرياضه بيتم دراستها، والنهارده هقول لكم الاشتراطات الطبيه في انفراد مهم جدا، الاشتراطات الطبيه اللي طلعت من اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور محمد سلطان. بس قبل ما اقول لكم كده، خليني اقول لكم ان اللجنه الخماسيه حددت يوم مبدئي. كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده علشان حضرتك تبقى فاهم القصه عامله ازاي، ولا احد يزايد على احد. احنا يوم 27 مايو ده الميعاد المبدئي اللي بتتكلم فيه اللجنه الخماسيه لعوده الانديه للتدريبات وتحديد الاجراءات المطلوبه. ده يوم مبدئي. تيجي بقى رئاسه الوزراء تقول لك لا احنا مش موافقين، خلاص امين. تيجي رئاسه الوزراء تقول لك لا احنا موافقين، تمام. كله بيتم بعد الدراسه. صحيح كل واحد بيشتغل وفقا للمعطيات اللي عنده وده المطلوب، وفي النهايه الكلمه الاولى والاخيره لوزاره الصحه وللملف اللي ماسكاه رئاسه الوزراء بالكامل.